بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عزاءة الذرة. عزاءة كويسة جدا، توفر عليك شغل كتير إن شاء الله. أولا بتزرع الذرة تلقيط أو خطوط، مش فارقة يعني إن شاء الله. هي بتشتغل بالمناقر في قلب الخط، دي بتغنيك عن المحرات الخشب أو عن المحرات الخربشة. وبعد كده فيها طرات حديد بتعلقه أو تركبه، وبعد كده إن شاء الله تفتح تفك الخط، ولا تستخدم حمار ولا تستخدم اي حاجة ان شاء الله. باذن الله مع المكان ان شاء الله هتكون كل حاجة سهلة باذن الله. نتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد ان شاء الله. الاشتراك من هنا ان شاء الله وتفعيل الجرس عشان لو في فيديو جديد نزل او حاجة يوصلك اشعار ان هو نزل، واعجاب للفيديو. شكرا لحضراتكم.